أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الليلة الماضية إلى 13 شهيدا و104 إصابات بعد استشهاد 3 مواطنين صباح اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في خان يونس جنوب القطاع. كما أوضحت مصادر طبية في غزة أن من بين الإصابات 15 طفلا و18 امرأة. وفي هذه الأثناء شيع آلاف الفلسطينيين قائد كتائب القسام أحمد الجعبري الذي اغتالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي داخل سيارة يوم أمس. وفي هذه الأثناء أعلنت مصادر إسرائيلية صباح اليوم مقتل 4 إسرائيليين جراء إصابة صاروخ منزل في كريات ملاخي ما أدى إلى تدميره بالكامل. ومن جانبه قال الناطق بلسان جيش الاحتلال يؤاف مرداخي بأن عملية عمود السحاب بعيدة عن نهايتها وأن الجيش مركز جهوده لتحقيق الهدف الرئيسي للمهمة والمتمثل بإعادة الهدوء للمنطقة الجنوبية وضرب البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية. وفي مدينة رام الله خرج العشرات من المواطنين في تظاهرة وسط المدينة للتضامن مع الأهل في قطاع غزة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي بحقهم. المشاركون في الفعالية طالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إسرائيل، كما طالبوا الفلسطينيين بتوحيد صفهم الداخلي. مرت 24 عاما على إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر الاستقلال، ولا يزال الشعب الفلسطيني يحلم باستقلال دولته الفلسطينية رغم كل السيناريوهات التي طرحت على الأرض، لأن إسرائيل في كل مرة تحبط محاولات الشعب الفلسطيني الحصول على استقلال حقيقي لدولته. وفي ذات السياق يرى نائب المفوض العام للعلاقات الدولية في حركة فتح عبدالله عبدالله أن الخيار الباقي أمام الفلسطينيين لحماية حل الدولتين والحفاظ على الأرض الفلسطينية والتوجه للأمم المتحدة، فهي أعلنت قيام دولة إسرائيل عام 1947 ويجب أن تعلن كذلك قيام الدولة الفلسطينية. في موضوع آخر، حذر مسؤول في وزارة الاقتصاد من مخاطر شراء اللحوم المجمدة المطحونة سلفا من محلات بيع اللحوم، مبررا هذا التحذير بإمكانية خداع المستهلك وبيعه لحوما فاسدة. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني عن إتلاف 18,000 كيلو لحمة مجمدة من جميع الأصناف غير صالحة للاستهلاك الآدمي لنمو الأعفان فيها. ونختم الموجز بهذا الخبر. فقد أحيت القنصلية الأمريكية العامة في القدس الذكرى 13 لانطلاق الأسبوع الدولي التعليمي، وذلك في مدينة رام الله بحضور عشرات الطلبة من مدارس مختلفة. ويعتبر هذا الأسبوع مبادرة مشتركة بين وزارة التعليم الفلسطينية والأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، واحتفال بأهمية وفوائد التعليم الدولي سواء في الولايات المتحدة أو حول العالم. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.